أهلا بكم مجددا، معكم نورس علي مدونة تعلم معنا. وفي هذا الفيديو سنتعلم معا كيفية إيقاف عرض Server Signature أو توقيع الخادم في صفحات التي ينتجها هذا الخادم من صفحات الخطأ وغيرها على أو للزائرين. فماذا أعني بذلك؟ ماذا أعني Server Signature أو توقيع الخادم؟ فمثلا إذا قمت بالذهاب إلى صفحة ممنوع الدخول فيها، صفحة خطأ 403، فألاحظ أن في نهاية هذه الصفحة، بداية طبعا يكون لدي اسم هذا الخطأ ووصف بسيط عن هذا الخطأ، وأيضا هنا في الأدنى ألاحظ أن يقوم هنا بعرض معلومات عن هذا الخادم الذي أنا أستخدمه، برنامج الخادم الذي أنا أستخدمه. فنلاحظ أن بداية يعطيني معلومات أنني أستخدم سيرفر الأباتشي. طبعا أنا الآن أستخدم هذا السيرفر على البيئة المحلية وأعرض هذه المعلومات وأراها بنفسي، فلا مشكلة بذلك. ولكن عندما يأتي زائر آخر ويزور موقعك الإلكتروني ويظهر له هذه المعلومات أن موقعك يستخدم مثلا الأباتشي، سيرفر ويب الأباتشي، يستخدم هذه النسخة من سيرفر ويب الأباتشي رقم النسخة تحديدا، لاحظوا معي تحديدا بالتحديد تم عرض النسخة. أيضا هنا نظام التشغيل الذي يعمل عليه سيرفر الأباتشي، فأنا نظام التشغيل لدي هنا ديبيان، لينوكس ديبيان. و أيضا هنا يقول المنفذ الذي يعمل عليه هو منفذ 80. فهذه المعلومات معلومات ليست كافية أن تعرض الموقع للخطر، ولكن قد تعرض الموقع للخطر إذا اجتمعت مع معلومات أخرى، فقد تسهل الطريق نحو معرفة المزيد عن المعلومات حول موقع الويب الخاص بك واستضافته. وبالتالي كلما حصل الشخص المستغل المتطفل الهاكر على معلومات أكثر عن الموقع الخاص بك، كلما استطاع أن يقوم بعمله بشكل صحيح. ونحن لا نريد أن يقوم بعمله بشكل صحيح، نريد أن نخفي معلومات موقعنا واستضافته للعيان. فأيضا ليس هذا فقط، فمثلا إذا ذهبت إلى صفحة مثلا غير موجودة، فهنا صفحة غير موجودة، سأجد أن الصفحة غير موجودة وسيظهر لي أيضا نفس الرسالة أن اسم الخطأ، وصف الخطأ، وتوقيع الخادم Server Signature. ما أريد أن أقوم به الآن هو إلغاء تفعيل Server Signature في الصفحات 404 أو الصفحات الغير موجودة من خلال ملف htaccess. فبكل بساطة أذهب إلى command line الخاص بي وأقوم بماذا؟ بالتعديل على ملف .htaccess الموجود في جذر ملفات موقعي. فهنا لدينا طبعا كالعادة كما تعودنا أن نقوم بكتابة تعليق أو comment لأي موضوع نريد الحديث عنه. فإذا لنكتب comment، فالكومنت الذي نريد كتابته هو disallow أو دعونا نقول turn server signature أي توقيع الخادم off. فإذا نريد أن نلغي أو عدم عرض توقيع الخادم، فسأقول كتابة التعليمة server signature وسأقوم بكتابة off. الآن سأقوم بالحفظ وأعود لهذه الصفحة. فإذا هذا قبل التحديث ظهر معي هنا توقيع الخادم. لنقوم بالتحديث، لاحظوا معي اختفى توقيع الخادم ولم تظهر المعلومات الخاصة بهذا الخادم هنا عندما قمت ب turn the server signature off. فإذا الآن إذا قمت بالذهاب إلى صفحة forbidden على سبيل المثال، أو تعطيني خطأ صفحة تعطيني خطأ forbidden مثل هذه الصفحة، فنلاحظ بالرغم أني قمت بتعطيل server signature off، فما زال لدي هنا في صفحة forbidden هنالك server signature ما زال موجود. فهذه الحالة علي أن أقوم بأيضا تعطيل بعض التوكنز، server tokens، ولكي أمنعها. فإذا لا يمكنني فعل ذلك في htaccess لهذه اللحظة، وبالتالي سأقوم بالتعديل على ملفات الأباتشي الرئيسية من خلال الذهاب إلى sudo nano atc apache 2 وapache 2.conf، وأذهب إلى إذا قمت بالبحث هنا أيضا، هنا يوجد سيرفر دقيقة واحدة بعد من فضلكم. ف
فيمكنني كتابة الإعداد الجديد الذي أريد في نهاية الملف، ولكن أود النظر إذا كان هنالك أي شيء مماثل لهذا الموضوع فأكتب يبدو لا يوجد. فبالتالي سأقوم بكتابة هنا تعليق مرة أخرى turn server signature off. So سأكتب هنا server signature off وسأقول server tokens ربما أنا أكتب بشكل خاطئ server tokens دعوها هكذا لنرى وسأكتب production جيد أو أكتبها small letter أفضل جيد وسأقوم بالحفظ الآن وسأقوم بإعادة تحميل السيرفر sudo server apache 2 restart جيد فإذا لم يعطيني خطأ فلعله وحاسة لا يوجد أي خطأ سأقوم بالتحديث واختفى الخطأ من هنا عفوا اختفى توقيع الخادم من خلال القيام بالتعديل الرئيسي على ملف الإعدادات الرئيسي بالأباتشي. طبعا كإجراء صحيح وسليم علينا قبل أن نقوم بالقيام بالتعديل على الأباتشي أن نقوم بأخذ نسخة احتياطية من ملفاته. ماذا يعني نسخة احتياطية؟ بمعنى أنك تقوم بنسخ هذا الملف إلى نسخة أخرى تحتفظ بالإعدادات القديمة بحيث إذا كان قمت بعمل أي إجراء خاطئ أو كتبت أي أمر خاطئ في الإعدادات الجديدة يمكنك استرداد الإعدادات القديمة وهذا ما يعني بالنسخة الاحتياطية. فإذا هذا بالنسبة لي شرح اليوم كان عن كيفية تعطيل server signature من خلال ملف htaccess وأيضا من خلال التعديل على ملف إعدادات الأباتشي الرئيسية. ملاحظة بسيطة أن يمكنك التعديل على إذا كان لديك استضافة مشتركة يمكنك التعديل على ملف htaccess بكل سهولة ولكن إذا كان لديك استضافة مشتركة لا يمكنك التعديل على إعدادات الخادم الرئيسية إلا إذا كان لديك VPS أو سيرفر خاص أو تعمل ببيئة محلية يمكنك ذلك. وبالتالي الخطوة الثانية من الفيديو لا يمكنك أن تقوم بها في ملف htaccess فقط. فإذا هذا كله أتمنى أنه كان مفيد وألقاكم في الفيديو القادم.